أنه أغني عراقي أو أغني مغربي أو أغني لبناني لأنه طلعت من لبنان. والله من صديقاتي، عشان أنا عندي كثير أصدقاء وصديقات فنانين ونجوم اشتغلوا على نفسهم وتعبوا وزعلوا. مش مقصود، أنا فاهمة كلامك بس أنا ورجعتك هناك. نجمة شادية حسون منوره النهارده في وشي، يعني شايف ليكي نشاط كبير قوي في مصر. 4 كليبات النهارده موجوده في كليب، يعني عايز اعرف تفاصيله وعايز اعرف كان انت الفتره دي متجهه قوي للهجه المصريه، ايه السبب؟ يعني اللهجه المصريه، لان اللهجه المصريه هي يعني ام الفن، يعني ام الغناء، يعني ابتدى الفن من الاغاني ومن الكبار النجوم المصريين. فانا شويه تاخرت حقيقه يعني، بس انه كذلك يعني بلدي له حق علي انه اغني عراقي او اغني مغربي او اغني لبناني لانه طلعت من لبنان او اغني خليجي. المصري انا غنيت السنه اللي فاتت فيه وحبيت كثير التجربه. انا احب يعني المصري بيوصل لكل الناس، يعني المصري الاغنيه المصريه بتلاقيها في كل الوطن العربي. ف على مود هيك يعني حبيت انه سأبت انه في اغاني واغاني حلوه وحبيت اصورها في مصر. ايه المختلف طيب في الكليب دوت، وخصوصا انت بتعاوني مع بطوله عرفه؟ المختلف انه اول شيء اصور في مصر، هي اول مره اصور في مصر، اول مره اصور مع مخرجه مصريه. احنا صورنا الى الان كليب واحد، هذا الثاني، ويعني ان شاء الله النتيجه تكون حلوه لانه أنا حابة كنت كثير وأصريت أنه أصور في مصر. يعني شركة لايف ستايلز كانت جدا متعاونة أنه نصور في مصر لأنه طبيعة جديدة، تيم جديد، فعشان كده دايما بحس وأنا بسجل معاكي فكرة اللهجة المصرية أنت متمكنة منها قوي، وحتى لو أنت بتتكلمي بيها جبت ده منين؟ والله من صديقاتي، عشان أنا عندي كثير أصدقاء وصديقات فنانين ونجوم من مصر، فأنا بلتقي فيهم كثير. ف يعني شوية أنا من الستايل بتاعي مو على مود أنا ما أحب أتكلم لهجة الأم بتاعي، يعني اللي هي العراقي أو المغربي، بس أنا لما أحد مصري احب اتكلم معاه مصري. بس بلاحظ ان ممكن الجمهور العراقي بيغير، بيزعل والمغربي بيزعل والكل بيزعل، بس انا هي هذا الشيء احبه، يعني انا احب اتعلم لهجات، احب دي حاجه من يعني الحاجات اللي بحبها جدا، انه مثلا احب اتكلم مصري مع المصريين، لبناني مع اللبنانيين، خليجي مع الخليجيين، عراقي مع العراقيين، مغربي. عندي هاي الموهبه واحب يعني شيء احبه، ليه ما اسويه؟ انا عارف ان انت محمد رمضان بالنسبه لك بتحبيه وبتشجعيه دايما كممثل. محمد رمضان السنه دي مش موجود، وموضوع احس هو مؤثر فيكي شويه يعني. لا مش قصه مؤثر، اتصور هو محمد رمضان من اكثر الفنانين والممثلين اللي بيعملوا بصمه كبيره في رمضان، فاحنا تعودنا على ده، فلما مش موجود السنه دي حسينا بالفراغ. بس اكيد يعني كل الفنانين والممثلين خير وبركه وكلهم ترند. كلهم ترند. تقصدي ايه كلهم ترند؟ يعني كلهم شاطرين، كلهم يعني حقيقه السنه دي في كتير، تحس انه في كتير ناس اشتغلوا على نفسهم وتعبوا وزعلوا، وقصدي تعبوا، فكلهم كل واحد يشوف نفسه ترند، كل واحد يشوف نفسه نمبر 1. كل واحد نفسه ولا الجمهور اللي بيشوفه؟ ما هو في واحد بيشوف نفسه، حقه يشوف نفسه نمبر 1، وممكن لما يعمل كده بيشتغل على يخلي الناس تصدق اللي هو بيقوله. وفي ناس في مثلا اعمال قد ما ينشغل عليها ماركتينج وتسويق غصبا عن الناس بتصير نمبر 1، فبتصير الناس تقول لا المسلسل ده او الاغنيه دي، ففي ماركتينج وفي حاجه اللي بتنحب كده من لله لسبيل الله. طب اسالك سؤال، شذا عمرها في حياتها ادعت ان هي ترند ولا لا؟ ادعت؟ يعني اغنيه ما كانتش ترند وكان فيها جزء من الحاجات الفيك مثلا، حاولت تتعرض عليكي وانت رفضتي ولا لا؟ يعني الفكره دي كتير بيعرضوا على الفنانين كده. يعرضوا ايه؟ اللي انت تبقى هتعملي كليب مثلا ومبقاش ويحطوا مشاهدات فيك مثلا، وافقت على ده قبل كده ولا لا؟ في فنان ما بيعملش اعلانات على اغانيه، مش ضروري مشاهدات فيك، في اعلان بيسمى اعلان ماركتينج مش مشاهدات فيك.
يعني مثلا انت اخد حاجه اي في الماركتينج وفي التسويق، اي حاجه بتخترعها او بتعملها لازم تعمل لها تسويق، فالتسويق ده بينعمل بفلوس، يعني انت بتدفع لناس عشان يعملوا لك تسويق عشان يصير في كل مكان، عشان الناس تشوفه، عشان ممكن مثلا تشتري منه انت عشان تحمس الناس تشتري منه. نفس الشيء في الاغاني، لما انت بتروح يوتيوب ده اسمها اعلانات، تشتري بألف دولار بألفين بثلاث آلاف، بتخلي الناس تشوف، بتتكلم عليه، بتخلي ناس تانية بترجع تشوف. يعني فانز الشازوية او فانز الشازا كتير قوي. الحمد لله دول من طبعا دول من بداياتي يعني موجودين. اخر حاجه عشان مش عايز اطول عليك عشان هياخدوكي في التصوير، عامله انت كليب جزء منه رومانسي، يعني من الاربع كليبات في كليب رومانسي. ليه بقى الاثنين رومانسي؟ عشان هو الاغاني كده، يعني هو يعني عامله دلع، عامله رومانسي، عامله ستايل تكنو كده، يعني حبيت مع الشركة انه قررنا انه نصور الاربعة دول كل واحدة بستايل معين. مش مقصود يعني؟ لا لا والله مش مقصود، انا فاهمة كلامك بس انا ورجعتك هناك. في خطتك اصلا ولا لا؟ مش ده الموضوع، ده مش في خطة، ده اسمه ونصيب، وده حاجة من رب العالمين. والله بالنسبة رمضان اقول لهم ان شاء الله بالخير والعافية عليكم والصحة، وإن شاء الله تشوفون أعمال حلوة، وتشوفوا مهرجان العراق الدولي بعد، تحضروا تشوفوا أشياء جديدة وجميلة الفترة القادمة.